ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري سبيشال رمضان. هكذا حدثنا هرددشت. ذكريات المونديال. كنا صغارا في حينا صلاح الدين بحلب منتصف السبعينات عندما سمعنا باسمي البرازيليين بيلي وجورزينيو نجمي كأس العالم عام 1970. فقد كان هناك شقيقان أفكحان في حارتنا تمت تسميتهما بهذين الاسمين من باب التندر. أما كأس العالم 1974 فلا أتذكر منها سوى حفل الافتتاح الذي شاهدته على تلفزيوننا الأبيض والأسود، وكانت وفود الفرق المشاركة تخرج من كرات ضخمة موجودة في الملعب وهي تنفتح بالترتيب كرة كرة ليظهر الوفد المشارك داخلها ويحيي الجمهور. أما كأس العالم 1978 فقد شاهدت مبارياته أثناء زيارتي الصيفية المعتادة إلى الدرباسية وعلى قناة التلفزيون التركي التي تصل بوضوح إلى كل مدن الجزيرة السورية. وعندما عدت إلى حلب سمعت الناس تردد مقولة عدنان بوضو الشهيرة عن تونس: تونس صرخة العرب في الأرجنتين. لكن البداية الحقيقية في التفاعل مع كأس العالم مباشرة كانت عام 1982 في بيتنا بسيف الدولة بعد انتقالنا إلى هناك. كان زيكو هو النجم البرازيلي الذي تتداول اسمه ألسنة الناس في الشوارع والبيوت، وكان فريق البرازيل نجما من نجوم الكرة الخالدة في ضمير كرة القدم العالمية. فهذا الفريق الذي خسر مباراة واحدة مع إيطاليا كلفته الخروج المبكر من الدور الثاني وكلفت الملايين من البشر دموعا سخية، كان تحفة من تحف كرة القدم. اجتمعت فيه كل الفنون الممكنة من الرسم إلى المسرح مرورا بالرقص والموسيقى. كان فريقا راقصا يرسم الهجمات بخيال لا نظير له الآن سوى ما قدمه فريق برشلونة مع مدربه اللاعب الهولندي الشهير يوهان كرويف بداية التسعينات من القرن الماضي، ومع مدربه غوارديولا الكتالاني قبل سنوات قليلة. اجتمع السحر في فريق السامبا كما يسمونه، وكان مدربهم تيلي سانتانا يشرح فلسفته بأنها ترك اللاعبين على حريتهم وهم يستمتعون بلعب كرة القدم. كذلك أعطى اللعب الهجومي الأولوية، قال: ليس مهما كم هدفا يدخل مرمانا ما دمنا سنحرز أكثر منها. وفاز البرازيليون في الدور الأول على منتخب الاتحاد السوفيتي الذي لم يعد موجودا شأنه شأن منتخبات يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية. كانت مباراة عصيبة أحرز السوفيت فيها هدفهم اليتيم لينطلق البرازيليون إلى محاصرتهم وشن الهجمات على مرماهم وسط دفاع مستميت من جميع لاعبيهم واستبسال يندر تكراره لحارس مرماهم الشهير داسايف. بدأ الشوط الثاني والبرازيليون لم يحرزوا هدف التعادل بعد. سمعنا رنين الجرس بشكل متكرر ولجوج، ففتحت أمي الباب ليقتحم أبناء عمتي بقيادة ابن عمتي الدكتور بديع غرفة الجلوس لاهثين وهم يسألون عن النتيجة. انقطع التيار الكهربائي في حيهم ذي الغالبية الكردية الأشرفية ولم يتم السؤال والتساؤل، فقد كان هدف كابتن البرازيل سقراط قد سبق كل التساؤلات. هدف للبرازيل، ويصرخ المعلق البرازيلي: جول برازيل، زيل 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 سوكراتيس. هجم ابن عمتي بديع على اقرب طفل من اقربائنا وعانقه راميا اياه في الهواء تعبيرا عن الفرح الغامر، بينما الطفل كان يبكي من الخوف في الاعالي وهبط بسلام في حضنه. وعمتي شيرين ما زالت تتابع دخولها البطيء الى البيت، فلقد استغلت الفرصه وجاءت مع المشجعين من ابنائها. امي تفرح لفرح الدكتور بديع الذي يمتلك المكانه الكبرى في بيتنا، لذلك وزعت شراب البرتقال احتفالا بالهدف. وجلسنا نتابع وقائع المباراة المنقولة بشكل حضاري على القمر الهندي الصناعي كما يقول عدنان بوضو عادة عن المباريات التي يسرقها التلفزيون سرقة مبينة دائما. لكن من سيهتم بدولة صغيرة لا يعرفها أحد، ونحن الذين كنا نظنها من الدول الكبرى في اللعبة السياسية العالمية كما تقول نشرات الأخبار المحلية المملة البطيئة، تلك النشرات التي تبدأ بخبر بطيء يستغرق نحو نصف ساعة في استقبال شخص ما من بلد ما. كم من المرات تأخر نقل المباريات بسبب نشرة الأخبار تلك، بل كم من المرات كانت المباراة تتوقف عندنا فقط في عز لهيبها كي يقدم التلفزيون نشرة الأخبار المملة البطيئة المقدمة.
المقدسة، ويحرز إيدر الهدف الثاني للبرازيل والذي لم يشاهده الحارس تسايف. كرة كالقذيفة بسرعة 175 كيلومتر في الساعة كما قال المحللون فيما بعد، وكما رددها المعلق الرياضي الأشهر في تاريخ سوريا وجيه شويكي الذي كان يخطئ في كل جملة يتفوه بها كبصمة من بصماته الفردية المميزة. فازت البرازيل وعمت الأفراح في بيتنا، وتابعت البرازيل الفوز في مبارياتها المتبقية على اسكتلندا بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى نيوزيلندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وفي الدور الثاني فازت على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة طرد فيها مارادونا بسبب اعتدائه على البرازيلي باتيستا بطريقة الرفس في البطن كاراتيه، إلى أن جاءت المباراة القاتلة مع الطليان، وكان فريقهم قد تأهل بشق الأنفس دون ما أي فوز، بل بسبب ثلاث تعادلات في الدور الأول. ولم ينقل التلفزيون السوري المباراة لأنه الحكم إسرائيلي، يا رعاك الله. هرعنا إلى بيت جيراننا أبو عمر لأن تلفزيونهم يلتقط القنوات التركية، وشاهدت المباراة أنا وابنهم زكور مجايلي ويحيى الأصغر منا، ونحن نأكل ما تبرعت لنا به الحجة أبو عمر من محاشي لا تنسى. المهم مالكم بالطويلة، خسرت البرازيل بينما كان التعادل يكفيها، وانقلب المحشي في معدتي يا شباب إلى سم زعاف، وركضت مهرولا إلى البيت قبل أن تنفجر عيناي بالدموع لشدة ما جعلتهما تغالبان البكاء أمام الجيران. ولكن دموعي تساقطت كنهر وأنا أهبط الدرج بالجملة كل ثلاث درجات بقفزة، وقرعت جرس البيت، فتحت أختي الباب فدفعتها ودخلت إلى غرفتي مغلقا خلفي الباب لأغرق في نهر من الدموع لم تشهد له حياتي مثيلا في أي يوم من الأيام. هكذا حدثنا الدمشق، كل عام وانتم بخير. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.